مزروع معلوماتية مع الحرص على الرفع العالمية من مستوى خير. أجدد ترحيبي بكافة الحضور والمشاهدين. فإن للجامعة دور أساسي يرتبط بالأساس وتحقيق تنمية مستدامة كلما انخفضت نسب الإخطاء والأخطاء. الجهوي للدرجة الجهوي الملتقى الوطني العلمي حول التكامل بين المؤسسة الأمنية والجامعة نحو الأمن الاقتصادي والتكنولوجي بالتعاون بين جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي والقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة. يهدف هذا الملتقى إلى التطرق لكيفية وآليات الأمن الاقتصادي والتكنولوجي مما يساهم في استقرار البلاد. كان حضورنا اليوم للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى والذي يهدف إلى التعاون بين مؤسسة الجامعة والمؤسسات الأمنية، وكوننا طلبة وخاصة نحن بصدد التخرج كان لنا عظيم الشرف للاستفادة من محاضرات قيادة الدرك الوطني وجل دكاترة من مختلف جامعات الوطن. نقدم الشكر الخالص للدرك الوطني والأمن.